اسمي علي مهدي. حبيت هذا الشيء من بداية حلاقتي أنا، أول ما بدأت بالحلاقة فحبيت أنه أساعد الفقير وأساعد المحتاج أكثر، فظليت أنا يعني أتجول بالشارع اللي أشوفه فقير اللي عند ما عنده محتاج ما أدري شنو، أحب أطبق عليه أزينه وأروح أتوكل على الله. يعني أكو حلاقين تحب تساعد وتحب تشارك، وايد من الحلاقين حكوا وياي إنه يحبون يشاركونا بهذا الشيء، وإن شاء الله راح نسوي هذا الشيء عمل جميل إن شاء الله بهاي الأيام المباركة بشهر رمضان، إنه نروح نتطوع بدار الأيتام ودار المسنين. الضمير هو اللي يدفعك، يعني أنت تشوفه تعتبره مثل أخوك الصغير أو ابنك الصغير، فتحصل لك ثواب، تحصل لك حسنة، إنه تروح الزينة، تخليه يفرح، أهله يشوفونه يفرحون بيه.